لو أن الله عز وجل قال رمضان أوله عدل، تصور لو أن الله جعل رمضان كدورة سنوية من أجل محاسبة العباد، في كل رمضان أوله عدالة وأوسطه محاسبة وآخره إلى النار معتق من النار لا يسأل عما يفعل. ولو أنه جعل البداية عدل والوسط محاسبة لهلكنا جميعا، احنا ايش لنا من رصيد عمل؟ يعني تعال نحسبها الآن، مرت علينا سنة كاملة من رمضان الماضي إلى الآن، تعال ندقق ما ذرنا من الأعمال الصالحة؟ قليل. هذا القليل كم فيه مشوب؟ كثير. إذا بقي قليل من القليل، وهذا القليل الذي بقي دون أن يشاب بشائبة رياء أو شائبة نقص أو شائبة خلل أو شائبة غفلة، هذا القليل من الذي يضمن أنه قبل منك؟ تعال دقق في المسألة، ما عندك شيء، أنت صفر، رصيدك صفر. فلمن يقول مولى أوله رحمة، تماما، هو يريد في كل سنة أيها الحبيب أن يجدد لك ارتباطك به من خلال منطلق الرحمة. عبدي أنا أريد أن أرحمك،